بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي بناتي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا من كل بلاء وأن يجعلكم جميعا من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. يسر الله أموركم وفتح الله لكم ولنا جميعا أبواب رحمته. في هذه الجلسة في هذا البلد في تركيا بإسطنبول نلتقي بأبنائنا وبناتنا للحديث عن الهجرة، الحديث عن الجالية وما دورها في هذا البلد وفي سائر البلدان، وكيف تتحول هذه الجالية إلى بذور خير. طبعا الذي يترك وطنه الأم ويعيش في بلد آخر لا شك أنه مكلف بأن يحقق مقاصد معينة، بأن يقوم بتلبية جملة من الالتزامات بتعدد انتماءاته، فهو ينتمي إلى وطنه الأم وفي الوقت نفسه يعيش في بلد الهجرة، وفي نفس الوقت في الوقت نفسه التزم أيضا بأداء جملة من الواجبات العلمية والتجارية مهما كانت أنواعها. فكل ذلك نقدمه في شكل بعض الإرشادات. أعتقد بأن الأمر الأول أن يفكر الإنسان باستمرار بأنه مسلم، فهو كالغيث أينما حل نفع. ربنا عز وجل قال في سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا، بعدما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان المسلم يعيش بإسلامه حيث كان. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت، وحيثما كما يقول أهل اللغة زمكانية، اتق الله في كل زمان وفي كل مكان. إذن هذا أمر من أساس. لماذا؟ لأنه هذا هو المنطلق، أن الإنسان يعيش بدينه يحافظ على إسلامه. وربنا قال في أي القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام هو الذي يجعلك تتحمل جملة من المسؤوليات، لعل أهم هذه المسؤوليات أن تكون صالحا مصلحا حيث حللت. المسلم ينفع ولا يضر، يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يحفظ حقوق الناس، يحفظ حقوق الآخرين، يجتهد على أن يحقق التناغم والانسجام مع غيره من الناس. لما؟ لأن القرآن هو الذي يقول لنا جميعا كما في سورة الحجرات في الآية العاشرة وفي الآية رقم 13. الآية العاشرة ربنا يذكرنا بهذه اللحمة التي تربط بيننا وبينكم، بينكم فيما بعض. ربنا يقول في سورة الحجرات، إن الآية العاشرة: إنما المؤمنون إخوة. إذن فهناك أخوة في النسب تجمع بين الناس ويجب المحافظة عليها، وهناك أخوة في الدين. إذن هذه الآسرة تحتاج إلى تقدير، تحتاج إلى اعتبار. إنما المؤمنون إخوة. ثم تأتي الآية رقم 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن المسلم مطالب بأن يتعايش مع غيره، خاصة حينما يكون في بلادي في بلاد أخرى. فإذا كان يعيش في وطنه مطالب أيضا أن يحقق هذا التعايش مع أهله، مع جيرانه، مع زملائه في كل الفضاءات، كل في مجاله. هذا أمر مطلوب. ولكن إذا هاجر فهو مطالب بدرجة أكبر، أن يهيئ نفسه لينفتح على غيره، ليعيش مع هؤلاء الناس، ليتناغم معهم، ليبحث عن المشترك الإنساني. والمشترك الإنساني يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت. ربنا قال:
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم وضع الله عز وجل معيارا عادلا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المعيار التفاضل عند الله سبحانه وتعالى. إذن ديننا هو الذي يعلمنا هذا الواجب، أن نتعايش مع غيرنا، أن نتناغم مع غيرنا، أن نتقبل غيرنا وأن يتقبلنا غيرنا وهكذا. وهذا الانسجام في الحقيقة مهم جدا، والذي يحقق تلك السكينة والطمأنينة والراحة النفسية التي تجعل النفس طويلا في بلاد الغربة. لعلكم تلاحظون بعض الناس من خلال تجاربكم لا يستطيع أن يهاجر، لأنه لا يستطيع أن يتعامل مع غيره، تضيق أنفاسه، يضيق صدره، فيعيش أياما قليلة وبعدين يقول لا نرجع، لا يمكن أن أعيش في هذا البلد. إذن هذه مسألة مهمة جدا، ديننا يفتح لنا هذه الأفاق. إذن حينما نعلم بأن الخالق جل جلاله هو الذي يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا التزام من هذه الالتزامات أيضا أن يتحقق هذا التعايش بين أبناء الجالية الواحدة، فأنتم تنتمون إلى وطن واحد، فمطالبون أيضا بالتزامات أخرى. لعلما لاحظناه اليوم والحمد لله مبشر بالخير، يعني في قاعدة ذهبية، كلما تعددت الانتماءات كلما تنوعت الالتزامات، هي قاعدة ذهبية. أنت تنتمي إلى وطن لك التزامات معينة، أنت تنتمي إلى جالية لك التزامات معينة لابد أن تتمثلها واقعيا، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتمثل مبدأ مشار إليه في سورة المائدة في الآية الثالثة، وتعاونوا على البر والتقوى. أفوس دقفوس تاعكم الزينات فسوس، اليد في اليد، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن لابد أن نتمثل هذه الأمور، لا يمكن الإنسان يدعي أنه مهما كانت عندك قدرات وإمكانات أنت تحتاج إلى غيرك وغيرك يحتاج إليك، هكذا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن هذه المعاني لابد أن نتمثلها، والجارية لابد من تمتين هذه الجوامع المشتركة، وهي كثيرة، وهذه القواسم المشتركة كثيرة لا نحصيها عددا، ابحثوا عنها، فعلوها، اجتهدوا في تحقيق هذا التعاون، تشكلنا أسرة كبيرة تسمى الجالية الجزائرية في هذا الوطن اسمه تركيا، والذي نتوجه له بكل شكر، بالشكر الجزيل والدعاء في ظهر الغيب، كل من يخدم هذه الجالية وكل من يسر لها أمورها ندعو له في ظهر الغيب، ونتمنى لجاليتنا في الخارج في الكرة الأرضية أن تحقق هذا الانسجام، أن تحقق هذا التعاون، وأنتم سفراء في النهاية تقومون بنوع من السفارة، وهذه مطلوبة جدا، لأنك تمثل وطنا، تمثل تاريخا، تمثل حضارة، تمثل هوية، فلابد أن تكون في هذا المستوى. لا شك أن هذه الهوية لا يمكن أن تتحقق ولا يمكن إلا بتسجيل الحضور في المناسبات. مثلا أنتم تنتمون إلى وطن اسمه الجزائر، له مناسبات وطنية، يعني الفاتح من نوفمبر وعيد الاستقلال، عيد الشباب والاستقلال، كل هذه يعني إحياؤكم لهذه المناسبات الوطنية وحضوركم في هذه المناسبات يجعلكم تحافظون على هويتكم من جهة، ويحقق هذا الحضور وفاءكم لتاريخكم لوطنكم، وفي الوقت نفسه يعطيكم نوعا من التميز، والتميز أصالة، الأصيل أصيل والأصل غلاب، كما يقول الشاعر يقول إن الكرامة
وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. إن الكرامة، يعني تفهم الإشارة الموجودة في هذا البيت، إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. إذن إحياؤكم لهذه المناسبات الوطنية يجعلكم تتميزون وتحافظون على هويتكم لتعبروا عن أنفسكم من أنتم، والعقلاء في الدنيا يحترمون الذين يتمثلون الوفاء، قيمة الوفاء ويصير قيمة عزيزة لمبادئهم لتاريخهم لأصالتهم. وتنظيمكم لبعض الدورات ولبعض المناسبات والمحاضرات والملتقيات التي تعرف بتاريخ الجزائر وببطولات أبطال الجزائر كل ذلك وبعلماء الجزائر، كل ذلك يجعلكم تتميزون وتحافظون. ثم أن أولادكم نسأل الله أن يرزقكم جميعا بالذرية الصالحة تجعلهم يرتبطون بتاريخهم، قد يعيشون خارج الوطن ولكن لا ينسى هؤلاء أنهم ينتمون إلى وطن. ثم أنكم حتى بإحيائكم لعاداتكم وأعرافكم، واليوم شهدنا يعني عادة يعني هي شرعية وجزائرية أصيلة حضرناها، يعني حضرنا عقيقة اليوم، يعني شيء جميل في هذا الدار الكبيرة اللي تجمع كل أبناء وبنات الجالية، هذه تقرب فيما بينكم. هذا الحضور مطلوب منكم، وكذلك أيضا يجب أن تعملوا على تحقيق ما يجمعكم بأمتكم، فأنتم تنتمون إلى وطن وتنتمون إلى بلد الإقامة وتنتمون إلى أمة اسمها أمة الإسلام. ربنا قال في القرآن الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذه في سورة الأنبياء الآية 92. وفي الآية المشابهة وإن قراءتان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، هذه في سورة المؤمنون الآية 52. باش نفرق بيناتهم، الأولى سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أما الثانية وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون سورة المؤمنون الآية 52. وفي سورة البقرة في وسط السورة، وأنتم تعلمون أكبر سورة في القرآن هي سورة البقرة عندها 286 آية، في وسط السورة أي الآية 143 ربنا يقول وكذلك جعلناكم أمة. يعني لاحظوا معي كيف أن القرآن يجذر مفهوم الأمة في القلوب والعقول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. بالمناسبة هذه الآية تكلفنا وتشرفنا في الوقت نفسه، في الآية التشريف أن يرفع الله من شرف الأمة من مكانة الأمة لتكون شاهدة على الناس، على الناس كل الناس، هؤلاء الناس هذه الأقوام هل كانت مسلمة أو كافرة، هل كانت ضالة أم مهتدية، هل كانت طائعة أم كانت عاصية. إذن هذا شرف كبير، ما بعده الشرف، لتكونوا شهداء على الناس، ولكن في الوقت نفسه تكليف، لأن الشهادة تقتضي الحضور، الغائب لا تقبل شهادته، احفظوها عني، الغائب لا تقبل شهادته، لازم يكون حاضر، فهمتوا؟ وهذا الحضور لابد أن يكون حضورا فعالا في جميع المجالات، في المجال العلمي لازم يكون الأمة حضور، في المجال التكنولوجي وهذا التطور الهائل وهذه الثورات التي يشهدها عالم اليوم، في مجال الفلك، في مجال الجيولوجيا، في مجال الإعلام، في مجال جميع المجالات
لا بد أن تكون الأمة حاضرة، لا حق لها في الغياب. لا بد أن تكون حاضرة في العمل التجاري، في العمل الاستثماري الاقتصادي، في جميع المجالات، لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة الآية 143. إذن هكذا نرى نحقق هذا التوازن، الانتماء إلى الوطن، الانتماء إلى البلد بلد الموطن أو الإقامة، الانتماء إلى الأمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمامان، الإمام الحاكم في مستدركه، أمتي أمة مرحومة، وجاء بصيغة مشابهة إن أمتي أمة مرحومة، خرجه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث 9550. إذن حينما نعلم بأن هذه الأمة مرحومة، إذن لا خوف، وإن كانت أمتنا اليوم تعاني ألوانا من التحديات، تعاني ألوانا من الضربات في جميع المجالات، ولكن الأمة لن تضيع، ستظل مرحومة. هذا الذي يزرع فينا الأمل الذي يدفعنا إلى العمل. وقد قال الشاعر: أعلي النفس بالأمل أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فإذا حققنا هذه الالتزامات التي تبرئ ذممنا أمام الله في انتمائنا لأمتنا، أيضا بقيت التزامات أخرى، نحن ننتمي إلى الأسرة البشرية. فالمسلم الذكي يفقه هذا الأمر، فأنتم ونحن إخوة نشترك مع بني البشر، كلكم لآدم وآدم من تراب. القرآن يريد أن يفتح عقولنا وأن يفتح قلوبنا لنتعايش مع جميع الكائنات وننسجم معها، وفي الوقت نفسه نحافظ على تميزنا، نحافظ على أصالتنا، وليس بين هذا وذاك تعارض. نحن ننتمي إلى الأسرة البشرية كما قال ربنا جل جلاله في سورة الحجرات الآية 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولعل يعني التوجيه الأخير وبه نختم، يفتح المجال فتح إذا شئت للحوار المناقشة، وأن تعملوا على تحقيق الفاعلية لفيكاسيتي، لأنه الآن العمل مطلوب، العمل مطلوب، ولكن ما أسعد الإنسان كي يدير عمل فعال، عمل كامل. يعني تعرفوا يقول لك في مثل بالقبالية رائع جدا، يقول لك يير شغل يتقلى ذي فافيس، ثلاث كلمات تترجم معاني عميقة، دبروا راسكم ترجموها للتركية. يير الشغل يتقلى ذي فافيس، معنتها واحد كي يخدم خدمة مش مليحة، هذيك الخدمة تحل في مولاها، دور عليه. إذا واحد ماسون بناء يخدم خدمة معوجة، هذيك الخدمة تحرف فيه، والله غير تعودني. إذا واحد دار خدمة في التجارة، خدمة بيبري معوجة، لازم يعودها. إذا واحد القراية نتاعو بيبري ماشي مليحة، كيف كيف. لذلك سبحان الله، ربي سبحانه يعلم الفاعلية. أذكر سبيل مثال في سورة التوبة الآية 105، الآية الخامسة بعد المئة الأولى، الصفحة اليمنى، واش يقدر فيها ربي سبحانه؟ وقل اعملوا، خدموا، فسيرى الله عملكم. يعني كي تعمل ربي هو اللي يشوف الخدمة تاعك ما تسقمهاش، هو أول من يطلع على الأعمال. وبعدين ربي سبحانه برأ ديما أنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما العمل بالنيات. ديرني تكسوة سوا مليحة لربي. سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورة الأنعام الآية، طبعا سأحاسبكم على أرقام الآيات بعد في لقاء آخر بعد هكذا سيسلم في زيارة قديمة. إذن سورة الأنعام الآية 162، وربي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي، يعني وين تكون؟ في التجارة، في الدار، في الاقتصاد، في السوق، وين تكون؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كي نربطوها مع الآية 105 من سورة التوبة، ربي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون من بعد قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ربي سبحانه يعلم الvisible إلى invisible كل شيء لا تخفى عليه خافية. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك نحن مطالبون بإتقان العمل وبتحقيق الفاعلية. كل واحد وين راه موجود وبعدين أعمالنا كلها لله والخلاص في الإخلاص. الخلاص اللي بغى يسلك يكون مخلصا والخلاص في الإخلاص. في الإخلاص ربنا قال في سورة الكهف آخر آية الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بالمناسبة سبحان الله القرآن يا فتيحة يا أبنائي يا بناتي ربي ما قالش عمل صالح معين. لماذا لم يحدد عملا بعينه؟ حضرك أي واحد الآن حسب الإمكان بارك الله فيك حسب الإمكان. وكل ميسر لما خلق له. ممكن تجد منكم مثلا اللي يحب العمل الخير يعاون الفقراء والمساكين وإلى آخره. كاين منكم اللي يحب بزاف يخدم المناسبات الأعياد ديروا الأضاحي وقوفة رمضان ما شاء الله الهمم تنتشر في هذا المجال. وكاين منكم يحب القراية يقري ياللي يحفظكم يعرف التركية يعلمها اللي ما يعرفش ياللي يعرف الإنجليزية يعلمها ياللي يعرف العربية يعلمها ياللي يعرف القبائلية يعلمها. علم وقراو قراو والعلم قراو بلا حدود. بالمناسبة القناعة مليحة في كل شيء ما عدا في القراية. قراءة تموت. يروى عن الإمام البيروني وهو أكبر عقل يعرف التاريخ كما يقول المؤرخ الفرنسي سخاو. هذا مؤرخ فرنسي كبير واسمه سخاو كان يقرأ في العقول هو ينظر في العقول الكبيرة. فالخلاصة واش قال؟ قال كالإمام البيروني هو أكبر عقل يعرف هذا التاريخ. واللي يقرأ لسيف يقرأ السيرة الذاتية نتاع الإمام البيروني يلقى فيها العجب. صاحب العقل الموسوعي ويقال أنه كان حريصا على استثمار وقته في التحصيل العلمي إلى آخر ثانية في حياته. وقد جاءته سكرات الموت وجاءه عواده لجايين يزوروه يعني قبل ما يموت. يقول لك الموت تعطي الراحة واسمع لهم يتناقشوا في مسألة علمية. بعد قال لهم كي تلقاو الجواب أعطوني الجواب. واحد من عواده من زواره قال له ماذا تصنع بهذه المعلومة الآن أنت تودع الدنيا؟ رفش قال لهم قال أحب أن ألقى الله بعد لحظات وأنا أعرف هذه المعلومة أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. شوفوا سلفنا كيف كانوا حريصين على التحصيل العلمي إلى آخر لحظة في حياتهم. من أراد التفاصيل يقرأ كتاب قيمة الزمن عند العلماء أو كتاب آخر للمؤلف نفسه اللي هو عبد الفتاح أبو غدة عن كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. لذلك ربنا أعود إلى العمل الصالح. ربنا لم يحدد عملا صالحا بذاته. قال خدم الخير خدم الصلاح وكل ميسر لما خلق له. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربنا لم يحدد. في سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبعدين في آية نتاع الخير نقرأ في سورة العمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآية الرابعة بعد المئة الأولى من سورة العمران. وبعدين في سورة الحج الآية ما قبل الأخيرة الآية 77 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والآية 148 من سورة البقرة وين يقول ربي سبحانه فاستبقوا الخيرات. وفي الآية 48 من سورة المائدة فاستبقوا الخيرات. إذن هذا ديننا قرآننا له الشاعر كتبت قصيدة منذ سيد أوش من التاريخ في 1980 تحت هذا العنوان قرآننا
قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا. ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا. ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا. إلى آخره. الله أكبر نادى بها بلال، دكت قلاع الشرك وأوثانا. دعوة بدأت تسخنا. الله أكبر نادى بها بلال، بنت لساقي الدين أركانا، وفي الصلاة راحتنا وموعدنا، مع الرحمن جموعا ووحدانا. السلام عليكم.